يسعد لي مساكم. في شيء من امس قرقع هنا ودي اني اقولها لكم صراحه، يعني يوم اخفيتها عنكم حسيت اني ظالمكم، وهي يعني نعرف اخر السلافات وش هي. ايش رايكم، احسن ولا طيب؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايش اللفلي بوي سامو لاروم اجين بي ما تنشن ارسم ليتس جيت ذس بارت ستارت هول اب ويت ا مينيت سلوت. صلوا وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، صلوا عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، صلي عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله. خلونا نفرض، امشي معي شوي 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 ان انت الحين رايح الدوام، زين، امك دقت عليك، جميل، قالت لك يا ولدي مر جيب لي فول وتميس، حلو، جيب لي فطور، يعني مر جيب لي فطور. السؤال، انا الحين امس تعلمنا ان هذا الحركه تسمى لا اله الا الله go out of my way، يعني اضطريت اني انا كنت ماشي كذا ثم رحت كذا. طب مو هنا الفائده. طب انا أمي كيف قالت لي بالإنجليزي أصلا جيب لي معك فطور أو مر جيب فطور؟ فهمت قصدي؟ يدق عليك خويك هو عارف أنك جاي الاستراحة، كيف يقول ميدك جيب لي معك عشاء؟ شفت الجملة كيف؟ بلا شك الجملة ستكون كالآتي، حتقول لك pick me up some breakfast، pick me up some breakfast، يعني جيب لي معك فطور. واقدر اقول طبعا bring me، لكن الاشهر والافضل استخداما والافصح pick me up، pick me up some breakfast. تبى تضيف الصم تبى تشيله، غالبا اصلا تضاف للتزيين، يعني ما راح تغير شيء في الجملة. نفس اللي يقول لا اله الا الله can I have some coffee، can I have some coffee، هل المقصود فيها هل ممكن يعني هل لي ببعضا او قليلا من القهوه؟ لا، يعني يبقى كوب كوفي، لكن الصم للتزيين والسواليف. فاذا نرجع pick me up واضيف الاسم الشيء اللي ابغاه، pick me up واضيف الحاجه حقتي، فتصير سهله صح، ما يبغى لها شيء. اقدر ادق عليك واقول لك مين please pick me up some dinner، تكفى جيب لي معك عشاء. مين please pick me up some juice، جيب لي معك عصير. لو رجع ليش اسوي كذا، يروح الفلتر، ليش يروح يا بنات، لا تحسدوني، هذا فلتركم عارف. حلو، ف please pick me up some، وضيف الشيء، شلت الصم اضفتها، ما غيرت شيء، كله سوا. سهله، ف pick me up some وضيف الشيء اللي ابغاه. ايش ما كان خلنا نفرض اني ابغى مسمار، نيل بمعنى مسمار، وايضا بمعنى ظفر، الظفر اسمه نيل، وايضا المسمار نيل. ها، اقدر اقول لك مين بليز بيك مي اب سم نيلز، بيك مي اب سم نيلز، روح جيب معك وانت جاي مسامير. اليس هذا شيء نحتاجه غدا؟ نعم، نحن شباب الغد. لكن هنالك مشكله يا ناس، وبتلخبط كثير من الناس، خصوصا الناس العبيطة اللي ما تسمع الكلام، هي على بالها ذكية. طيب المشكلة وين؟ انك لو قلت pick me up وسكت، يتغير معناها 180 درجة، فتصبح من جيب لي معك الى تعال خذني بالسيارة. يعني ادق عليك اقول لك مين come pick me up، مين go pick up my family، روح خذ عائلتي بالسيارة. حلو، مين I'm on my way to pick up my wife، أنا في الطريق رايح أخذ عربتي بالسيارة. عشان كذا عشان ما تلخبط من ذي وذي، ف pick me up ضيف بعدها الأكل أو الشيء اللي تبغاه، لو ما أضفت حجيك بالسيارة I'm coming to you. أما لو ما أضفت هروح أجيب لك أغراضك اللي تبغاها وأجيك. بس هذه المشكلة كلها، طيب خلص الدرس والله. أذن الحريم أول ما تبدون خلاص يعني تسوقون فعليا في أرض الواقع ورخص وما حد قدكم، هذا اللي بيصير.
Yes, yes, I want you. Yes. Oh my God, this is my favorite song. Listen, listen up. Yeah, where? Look, girl, I'm going actually to pick up my brother. I'm going to pick him up now. Yeah, see you later. Take care. Later. Bye. شكرا للجميع واسف على الإطالة. السلام عليكم.